نتكلم على الانتر او سي اي ماسلز. دول الانتر او سي اي ماسلز دولت في 4 دورسال انتر او سي اي اهم، واربعة بالمر انتر او سي اي اهم. خد بالك البالمر انتر او سي اي ادي 1 2 3 4، دول كلهم بيقولوا عليهم الدكتورز. يعني ايه الدكتورز؟ يعني بيقربوا الصوابع للميدل فينجر. يعني ادي الميدل فينجر اهو، يقربوا الصابعين دول للميدل فينجر والصابعين دول للميدل فينجر، دولت البالمر انتر او سي اي. يبقى البالمر انتر او سي اي 4، والوظيفه بتاعتهم ادكتورز تو ذا ميدل فينجر. الدرسال انتر او سي اي ادي 1 2 3 4 اهم، دولت والوظيفه بتاعتهم ابدكتورز، يعني يبعدوا الاكشن بتاعهم، يبعدوا الصوابع عن الميدل ايه فينجر. يبقى البالمر انتر او سي اي الدكتورز، والدورسال انتر او سي اي ابدكتورز. وبعدين كلهم الانسرشن بتاعهم في الاكستنسور اكسبانشن اللي احنا قلناه. فاكر لما جينا اتكلمنا على الاكستنسور ديجيتورم، قلنا كل تندون من الاكستنسور ديجيتورم بياخد 2 انتر او سي اي، واحده لومبريكال وواحده لومبريكال واثنين انتر او سي اي. فدولت الانسرشن بتاعهم في الاكستنسور اكسبانشن. الميزه في الانتر او سي اي ماسلز دول ان كلهم all are supplied by the deep branch of the ulnar nerve، سواء كانوا دورسال انتر او سي اي او بالمر انتر او سي اي، بياخدوا نيرف سبلاي من الديب برانش اوف ذا ulnar nerve. ادي باين هنا، ادي الاربعه البالمر انتر او سي اي اهم، وزي ما احنا شايفين بالمر انتر او سي اي اهم كلهم انسرتد، كلهم الاكشن بتاعهم كلهم على بعضهم يعملوا ادكشن. الدورسال انتر او سي اي بيعملوا ابدكشن، يبعدوا عن الميدل فينجر. كلهم بالمر ودورسال انتر او سي اي بياخدوا نيرف سبلاي من الديب برانش بتاع الالنر نيرف. بس خد بالك نو بالمر انتر او سي اي ار انسرتد انتو ذا ميدل فينجر. يعني الميدل فينجر اهو ما فيش ولا بالمر انتر او سي اي عامله انسرشن فيه، ونو دورسال انتر او سي اي از انسرتد into او ار انسرتد انتو ذا ثامب اور ذا ليتل فينجر. يعني الدورسال انتر او سي اي ولا واحده فيهم عامله انسرشن، ولا في الثامب ولا في الليتل فينجر. ويعني هنا مفيش انسرشن لل او ومفيش انسرشن للاكستنسور اكسبانشن في الليتل فينجر، ولا في الايه في الثامب في الدورسال انتر او سي اي. وفي البالمر انتر او سي اي مفيش حاجه ماسكه في الايه في الميدل فينجر، اكستنسور اكسبانشن اوف ذا ميدل فينجر. المهم عندي ان كلهم بياخدوا نيرف سبلاي من الديب برانش بتاع الالنر نيرف. المهم عندي ان البالمر انتر او سي اي ادكتور للميدل فينجر، والدورسال انتر او سي اي ابدكتور بعيد عن الميدل فينجر.